ثالثا لهجن العاصفة مع الواثق، ورابعا لهجن الشحانية، وخامسا لهجن الرياسة. ولكن نعود الى هوايل، الى هوايل، هوايل ما زالت، ما زالت مع المركز الاول. اللحظات الاخيرة، اللحظات الخطيرة، واللحظات الحرجة ايضا. ولكن هوايل، هوايل لهجن الشحانية مع المركز الاول. العملاق سلطان بن محمد الوهيبي وشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يقتحم ويقترب. ولكن هوايل، 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 تهانينا لهجن الشحانية على فوز هوايل في المركز الاول. تهانينا للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي على هذا الفوز. المركز الثاني، الجماعة قادمين. يا سلام، أرى هجن الشيحانية على ظهر، على ظهر، نشوف على ظهر الوجبة مع المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. لكن هملولة قفلت، قفلت على الشوط. يا سلام يا هملولة، يا سلام يا هجن الرياسة، سلام سلام عليك يا هجن الرياسة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمينه هنا في الدولة وخارج الدولة. تهانينا إلى المقام السامي، تهانينا إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على فوز هجن الرياسة، مصحوبة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمشرف العام سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. تهانينا. المركز الثاني، المركز الثاني لهجن العاصمة. وفي المركز الثالث نقترب منها لنعلن بجولة الأوامر النهائية. هملول وسراب، هملول على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. يتواجد محفوظ بن خميس الينيبي الزعيم والمميز، الزعيم والمميز. سراب من هجن الرياسة، يتواجد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. الله الله الله، هناك هملول وهناك سراب، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل والرائع. إذا العاصمة أبو ظبي، ما شاء الله، الله 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 الله، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ومشكور يا الزعيم، الزعيم محفوظ بن خميس الينيبي ما قدمه هملول في هذه اللحظات. سراب في المركز الثاني من هجن الرياسة، المركز الثالث الوعب من هجن الشحانية، المركز مشاهدينا الكرام البديع لهجن الشحانية محمد بن حلفان. ولكن نعود مع شاهين، شاهين بدا يبدع، شاهين بدا يسيطر، شاهين والماهر، الماهر وشاهين، الماهر وشاهين، شاهين ما زال الاقرب، الماهر يحاول، شاهين لهجن الرياسة، سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، الماهر مع المركز الثاني، الواثق لحمد بن راشد بغدي الكتبي، هجن العاصفة. هي مشاهدينا الكرام مع الصراع مع المقدمة، الماهر لهجن العاصفة، الشاهين لهجن الرياسة، الماهر، الماهر وشاهين، شاهين الماهر، الماهر، الماهر الاقرب، الماهر، الماهر لهجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير الكتبي الواثق من اعلن وجوده الى مقدمة الشوط. تهانينا والناموس لهجن العاصفة والى حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة. الله يا بسم يقدم ناصية مع المركز الأول في شوط الإبكار المحليات الأصايل. انطلقت ناصية، غادرت بالناموس ناصية من هجن الرياسة والمستحيل. راشد بن محمد بسم المنصوري يصنع المستحيل، يصنع الإنجازات. العملاقة هذا الشعر المميز، الشعر الأحمر والمطرز بالحزام الذهبي المليء بالرموز الذهبية، المليء بالسيوف والكؤوس مع بسم. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار بدون أي منافس. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني هملولة. تت...
تتجاوز في الامتار الاخيره وهايب وهايب وهي تذهب الى المركز الاول، تذهب الى المركز الاول بشعار هجن العاصفه وحمد بن راشد بن غدير. من يتابع هذا الشعار يتاهب ايضا الى المعركه. اما المركز الثاني، المركز الثاني فهنا ايضا النشوه، نشوه وهجن الرئاسه، عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. من يتابع بدا الاثاره وبدت الاثاره. نعم مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التحدي، نتابع هذا الشوط، والوهايب وهايب الى المقدمه تتقدم وتصل، تصل الى المنصه الرئيسيه بشعار هجن العاصفه، بشعار هجن العاصفه. المركز الاول والثاني والثالث لهجن العاصفه. سلام يا دبي، سلام سلام يا دبي، سلام. الارقام 17 18 19 شيء جميل ان هجن العاصفه. حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعه، لكن هملول هناك يخترق الصفوف لهجن الرئاسه. هملول وهملول هماليلي لهذا الشوط، هماليلي هذه الانطلاقه وال400 متر الاخيره. هملول لا زال صامد، ولكن تغيير من الظافر، شعار هجن الرئاسه، شعار هجن الرئاسه يتقدم مع هملول. هملول 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 مشاهدي الاعزاء في المركز الاول، هملول يحاول على المركز الثاني، منافسة قوية، منافسة قوية، ولكن هملول يعود مرة أخرى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في هذه الانطلاقة ليحتل الصدارة مع المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة. تهانينا على الفوز والانتصار، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الفوز. المركز الثاني لوعب لهجن الشحانية، المركز هنا في هذه اللحظات حمد بن راشد بن غدير الواثق هنا، ولكن هناك ايضا الظافر وهناك المستحيل، في صراع واحد، في تحدي واحد، في مسار واحد، في عاصمة الميادين، ولكن هناك ايضا هملول 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 على الصدارة على المقدمة مع المركز الاول، الشعار الاحمر الذي دائما يمر مع هناك الصدارة والمقدمة. الله الله هملول وانطلاقة هملول، شعار هجن الرئاسة وعشاق الرئاسة، تحديات الرئاسة هنا أيضا. هناك أيضا هناك ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي هناك ينطلق مع انطلاقة هملول. فتهانينا تهانينا لهذا الشعار، وتهانينا لعلي بن ميل الوهيبي لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. المركز الثاني حساد أيضا من هيك. المتابع المتابع للواصلة، الواصلة انطلقت في هذا الموقع، انطلقت شعار هجن العاصفة بالمركز الثاني، يتقدم مع محذاف بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن المقدمة والصدارة هنا يبقى مع شعار هجن الرئاسة هنا بتقدم الواصلة إلى المركز الأول وحصولها على السيارة في صباح هذا اليوم ليضيف بالسم انجازا جديدا مع صباح هذا اليوم. والنقطة الثانية اللي بالسم مع فوز هذه الذلول الواصلة. تهانينا تهانينا والناموس لمالكي الواصلة هجن الرئاسة وللمضمر راشد بن محمد بن سمي المنصوري. هذه محبة تنطلق بالمركز الأول، تتقدم على المشاركات من هجن الشحانية، تتقدم وتنطلق. سلطان بن محمد الوهيبي يقودها إلى هذا المسار في التضمير، في عناية التضمير. المركز الثاني شوف التحرك والوصول في هذه اللحظة من هملولة من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي. يا سلام، ولكن محبة انفردت للمرة الثانية. تهانينا مع هذا هجن الشحانية ومع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. اللحظات الأخيرة وهذه محبة تعلن الفوز، تعلن الناموس. تهانينا وناموس على هذا الفوز ولحظات فوز محبة بالمركز الأول. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا مشاهدي العزاء لسلطان بن محمد الوهيبي السيلي في المركز الثاني. كذا
تدريب ولكن خلاص وصلنا مع ال 500 متر الاخيره. الله مشكور مشكور على الصداره، مشكور على المركز الاول لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان احمد بن خلفاب الصايغ المزروعي. ومن الجانب الاخر هملول 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 ينتقل الى مقدمه هذا الشوط وينطلق ايضا مع الصداره لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس الينيبي ووصول ايضا هنا مياس سمو الشيخ عبد الله بن راشد ال مكتوم ايضا حمد بن سهيل بن هيان العامري من لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن سهيل بن هيان العامري لدى انطلاقة مياس. ولكن هناك هملول هو من يحقق ايضا ناموس هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء في هذا الانطلاق. تهانينا وناموس لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان، تهانينا وناموس للسيد محفوظ بن خميس الينيبي. بينما المركز بدت تعلن الابداع، يا سلام يا سلام سلهوده لهجن الرياسه المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري اطلق العنان لسلهوده غادرت بحفظ من الله ورعايته متوجهه الى خط النهايه الى الناموس الى الفوز الى الانتصار. هملوله من تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس النيبي تابع الانطلاق ولكن اغادر انطلق ورافق سلهودة قبل ما تصل الى خط النهاية. تهانينا والناموس الى هجن الرياسة والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، اسعد الله مساك يا ابو محمد على هذا الابداع. تهانينا والناموس الى هجن الرياسة والى المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هملولة في ثاني ومع متعبة متعبة وهزر هزر وسحابة متعبة وهزر هزر وسحابة. يا سلام يا سلام شعار العاصفة شعار هجن الشحانية شعار هجن الرياسة. يا سلام يا سلام يا سلام شوف الانطلاق شوف الرقص الجميل في هذه اللحظة. متعبة متعبة مشاهدينا الاعزاء يا سلام يا سلام يا سلام متعبة بالشعار الاحمر خطر دائما الشعار الاحمر. يا سلام يا سلام المميز ياتي المميز بانجازاته بتضميره بانطلاقات الجميلة. تهانينا مشاهدينا الاعزاء لهجن الرياسة الشعار اللي مثل نار بعلم. يا سلام هذا هو هذا هو شعار هجن الرياسة مع متعبة. تهانينا على هذا الفوز تهانينا كذلك لمبارك بن احمد بن مايد الخيلي. بينما المركز الثاني وصلت في سحابة من هجن الشحانية المركز الثاني هملولة هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن مي الوهيبي ظافر المضمرين هو من حاف المرقد ثاني من حاف ايضا قادمة. ولكن هملولة من حاف هنا ثم شيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان مع يمعة بن عتيج الرميثي. ولكن خلاص هنا اذا هملولة هملولة هي صاحبة هذا الشوط شوط الختام. تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المميز لهملولة. تهانينا للظافر علي بن مجد الوهيبي على هذا الفوز الجميل. ها هي لحظة الاقتراب من خط النهاية معلنة الفوز معلنة الناموس. تهانينا وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل من حافة قدمت عرض تشكر عليه. أيضا تهانينا سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان شوامخ في المركز.